يعطيكم العافيه. انا حضرتك دعيتنا وقلت لنا في سكوب بدك تعلنه لكل اللبنانيين. ايه مزبوط، في سكوب رح اعلنه لكل اللبنانيين من خلالكم، يعطيكم العافيه. وهالسكوب بيقول دو بوان انالين، عم بنكد عم بخلق جو. هالسكوب بيقول انه انا بال 2022 ان 2022 رح خوض الانتخابات بالبطرون وبكل المناطق اللبنانيه انا شخصيا. المناطق معلم وزير، ما فهمت عليك، يعني انت بدك تترشح عن كل المناطق بلبنان؟ ايه مزبوط، فهمتي يا برافو عليك، تهانينا. رح كون موجود بكل المناطق اللبنانية. ايه بس معاليك في شيء مش منطقي باللي عم بتقوله. ليه مش منطقي حبيبي؟ عم بحكي لوجيك، انا بين لوجيك وجدة مشهور بهالشيء. حبيبي تقبرني ابو لوجيك. ايه اذا بقينا هيك لل 2022 ما رح يبقى حدا بالطيار الوطني الحر. ايه متوخذين بهالاسبوعين، ايه اخذنا قرار بفصل نص اعضاء الطيار الوطني الحر. يعني بال 2022 رح صير نايب الطيار بكل المناطق اللبنانيه. مظبوط. ولهيك معك حق يعني. الله يقويك. ايه ميرسي. ويحميك. ما في بيريك، هون شعر عادي، بيصير كل الشغل علي. يلا ماشي الحال، يعطيكم العافية. هاي الله يقويك. تمام. ايه ايه نايب الطيار.